بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الدرس التعليمي الجديد في سلسلة دروس تعليم التداول. وفي هذا الدرس سنبدأ الدروس المختصة بالتحليل، تحليل الأسواق المالية، وسنبدأ في البداية من التحليل الأساسي. التحليل الأساسي باللغة الإنجليزية Fundamental Analysis هو التحليل المختص بالأخبار الاقتصادية وتأثيرها على تأثيرها على أسعار العملات والذهب والنفط وكل الأدوات. هذا التحليل الأساسي يتكون من مجموعة من الأخبار يمكن بكل بساطة أن نفهمها ونفهم تأثيرها على العملات وعلى المعادن والسلع، وبناء على هذا التأثير نستطيع أن نقرر أيضا نوع الصفقة بالتزامن مع التحليلات الأخرى. التحليل الأساسي أنا برأيي في وقته يعطي ما نسبة تفوق 70% في الدقة، تفوق 70%. نعم، الآن التحليل الأساسي بتكون من مجموعة من الأخبار. ما هي هذه الأخبار؟ هذه الأخبار حوالي 15 إلى 20 خبر تمثل ما هو مجموع كامل للتحليل الأساسي. سنبدأ نحن طبعا من أخبار التحليل الأساسي التي تؤثر على الأخبار. الآن إحنا كيف نقدر نستطيع نستفيد من هذه الأخبار في التحليل الأساسي على أرض الواقع، يعني على الصفقات. الآن يوميا أثناء أيام التداول، أيام التداول طبعا من الاثنين إلى الجمعة كما تعلمون، السبت والأحد أسواق مطلقة، يكون هناك في مواعيد معينة أخبار تصدر بشكل رسمي عن الحكومات العالمية ذات العلاقة بالعملات. الآن يعني هذه الأخبار تكون مجدولة أساساً وتصدر في وقت معين بالضبط تعلنها الحكومة المختصة في تلك العملة. الآن نبدأ مثلاً إحنا مع بداية اليوم، لدينا سوق اليابان، أول سوق اليابان. الآن الأخبار المختصة بالين الياباني بتصدر بين الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الخامسة صباحاً. هذه الأخبار التي تتعلق بكل ما يهم اقتصاد اليابان. الآن هذه الأخبار الاقتصادية بالنسبة مثلا لدولة مثل نيوزيلندا تصدر قبل ذلك، كمان مرات تصدر على الساعة 12:30 فجرا، من 12:30 للثلاث هذه أخبار نيوزيلندا تقريبا. الآن أخبار استراليا بين، طبعا احنا نتكلم الآن توقيت مكة المكرمة اللي هو توقيت الأردن، أخبار استراليا بين الساعة 3 إلى الساعة 8-9 صباحا. الآن بيجي لدينا بعد ذلك أخبار، تبدأ أخبار أوروبا، أخبار أوروبا الأوروبية تبدأ بين الساعة 9 صباحا أو 10 صباحا حتى الساعة 2 ما بعد الظهر. أخبار بريطانيا في الغالب بتكون الساعة 11:30 توقيت مكة المكرمة، وتمتد أحيانا إلى الساعة 3 ظهرا. بعدها بيجي عندنا أخبار أمريكا وكندا من الساعة 3 حتى الساعة 9 ليلا، هذه أخبار أمريكا وكندا. الآن طبعا أخبار فرنسا مثلا وألمانيا تدرج ضمن أخبار اليورو، وهذه مختصة في اليورو، وهي يعني أكثر الأخبار عددا تأتي هي وأخبار الأمريكية. الآن هذه الأخبار بالضبط تنقسم إلى ثلاث أقسام باللون. اللون الأحمر رقم واحد، اللون الأحمر واحد أحمر. ما هذا اللون الأحمر؟ أي خبر طبعا المرجعية الرئيسية للأخبار اللي إحنا بنعتمدها، أسرع جهة بتعطيك الخبر لما ينزل موقع اسمه فوركس فاكتوري، سأضعه أسفل هذا الفيديو، تقويم فوركس فاكتوري. لأن تقويم فوركس فاكتوري بيحتوي على الأخبار بالضبط متى بتصدر وشو لونها. الآن اللون الأحمر هذا تأثيره قوي جدا على السوق، يعني هذا ممكن إنه يرفع أو ينزل مثلا الباوند مقابل الدولار بين 50 إلى 200 نقطة لما يصدر، حسب طبعا نتيجته. لان اللون الاصفر الاورنج البرتقالي بيكون متوسط الشده، ممكن ياثر بين 10 الى 60 نقطه. لان اللون الاصفر هذا خفيف بيكون تاثيره، ممكن ياثر بين 5 نقاط او اقل احيانا الى 20 نقطه، هذا اللون الاصفر. الان كيف بيكون شكل الاخبار على موقع فوركس فاكتوري؟ بيكون حاطين لك في البدايه، بيكون حاطين لك نتيجه الخبر السابق. الآن هنا المتوقع، الآن الفعلي. الآن السابق مثلا على سبيل المثال مثلا 4 متوقع 5 يصعد لخمسة،
هذا الخبر الاقتصادي على موقع فوركس فاكتوري، هذا لونه احمر مثلا. الان لما تصير الساعه 11:30 في بريطانيا مثلا، نعتبر انه مثال الخبر في بريطانيا، بصدر الخبر، بصدر الخبر فعليا، النتيجه فعليا بينزل على موقع فوركس فاكتوري. الان لحظه صدور الخبر الاسواق بتتاثر، ممكن تطلع كثير، ممكن تنزل كثير، ممكن ما تاثر كثير، ممكن تتذبذب. لاحظ الان بناء على نتيجه الخبر. الان الخبر السابق كان الشهر السابق 4، طبعا الاخبار معظمها شهريه وفي منها ربعيه فصليه ربع سنويه. الان الخبر السابق 4، الخبر المتوقع 5، هم متوقعين انه تكون النتيجه 5، اجى الخبر الفعلي مثلا 5 زي ما هم متوقعين، معناته ارتفع. اذا كان لصالح الباوند الارتفاع، بيرتفع الباوند مقابل كل العملات. نفس الثانيه اللي بيصدر فيها الخبر ممكن يصعد 50 100 200 نقطه، تاثر الاسواق. الان السابق 4 متوقع 5، ممكن يجي الفعلي مش 5 يجي 4 زي السابق، ما طلع. الان باوند بينزل. الان السابق 4 المتوقع 5 الفعلي 6، طلع كثير اكثر حتى من المتوقع. الباوند بيطلع كثير كثير كثير، ممكن يوصل 200 نقطه صعود خلال 5 دقائق او 10 دقائق. هذا تاثير الاخبار. الاخبار بتكون زي ما ذكرنا، اما احمر تاثيره قوي جدا، او اورنج تاثيره متوسط، او اصفر لونه تاثيره ضعيف. الالوان هاي والاخبار هاي والسابق والمتوقع والفعلي والجدول هذا بتلاقيه على موقع فوركس فاكتوري، اسرع موقع بالعالم بيعطيك الخبر ونتيجته. بحط لك رابط الموقع اسفل هذا الفيديو. الان هذا ما يشكل التحليل الاساسي. اخبار يوميه في مواعيد مختلفه تخص كل دوله تؤثر في العملات. الان هذه الاخبار بشكل عام لما تكون ترتفع، لما ترتفع بشكل عام بترفع العمله، لما تنزل بتنزل العمله، باستثناء طبعا اخبار البطاله. اخبار البطاله لما ترتفع البطاله بتنزل العمله، مثلا لما تنزل البطاله بترفع العمله، لانه لصالح الاقتصاد، لصالح الاقتصاد بشكل عام. الان اول خبر في التحليل الاساسي سنتعرف عليه هو انترست ريت، اسعار الفائده. انترست ريت اسعار الفائده على الايداع بالعملات، هذا احد اهم اخبار التحليل الاساسي التي يجب ان نعرفها بقوه ونفهمها بقوه ونعرف ما هو تاثيرها الفعلي. الان سعر الفائده يعلن تقريبا مره كل شهر لكل عمله. بتيجي امريكا بتقول احنا اجتمع المركز الفيدرالي مثلا، ممكن انه يرفع سعر الفائده على الايداع بالدولار الامريكي. سعر الفائده ما هو فعليا في الاقتصاد؟ سعر الفائده انه انت يكون معك فلوس مثلا مليون دولار امريكي، تروح تودعها ببنك امريكي او ببنك عالمي او ببنك مركزي حول العالم عشان تاخذ الفوائد، الفوائد اللي بعطيك اياها البنك. الان هذه الفوائد لما تحطها لاجل معين محدود بعطيك عنها فوائد. الان مثلا نسبه الفائده على الايداع بالدولار الامريكي حاليا حوالي 5.5%. يعني الان لما تحط مليون دولار في البنك بعد مضي 6 شهور مثلا بتاخذ عنها 5.5%، بعد مضي عام باخذ عنها نسبه اعلى شوي، بعد مضي 3 شهور نسبه اقل شوي. هذه اخبار الفائده. الان كل ما ارتفعت اسعار الفائده تلقائيا الناس تشتري هذه العمله. مثلا الان كل ما يرفعوا سعر الفائده على الايداع بالدولار الامريكي الناس تروح تشتري الدولارات. ليش؟ لان المستثمرين والبنوك المركزيه، المستثمرين سواء كانوا افراد او حكومات حتى او شركات، يقول لك لا خليني اشتري دولارات واحطها بالبنك عشان اخذ عنها فائده 5% وانا نايم بدون ما اسوي ولا شيء. هذا مفهوم اسعار الفائده. بشتري عمله معينه، مثلا الفائده على سبيل المثال على الدولار الاسترالي مثلا 5% او 4% ارتفعت، بروح بشتري دولار استرالي بحطه بالبنك المركزي بودعها على اساس بعد فتره باخذ عنها مثلا 4% او 5%. وهكذا. اذا الان تلقائيا كل ما ترتفع نسبه الفائده على الايداع باي عمله يرتفع الطلب عليها وبالتالي سيزداد سعرها. الان اسعار الفائده هي محور عمليه التحليل الاساسي في علم الاقتصاد وعلم التداول والفوركس. الان زي ما احنا بنسمع الان انه مثلا ضلوا يرفعوا الفائده على الدولار، يرفع هي ليش اساسا هم بيرفعوا الفائده؟ لما يجي بنك مركزي ليش اساسا بيرفع الفائده؟ بيرفع الفائده عشان يكافح موضوع التضخم. كيف بكافح موضوع التضخم؟ غلاء الاسعار لما يرفع الفائده. لما يرفع الفائده الناس بتمسك مصاريها وبتضبها بالبنوك، بتبطل تشتري، بس بخف الطلب. الاسعار بتنزل، يعني بتكون في بالاسواق مثلا 100,000 سياره بيرفعوا الفائده على الدولار الامريكي بصير 5.5، بدل ما يشتروا سيارات بخف
السحب على السيارات، بقول لك لا خليني احط بالبنك عشان انا اخذ 5.5%، هيك بكافح التضخم. الان امريكا لها مثلا حوالي سنه بترفع بالاسعار الفائده حتى تكافح التضخم، ونجحت في ذلك، خفضت التضخم من حوالي 8% الى 2% حاليا، رفعت اسعار الفائده من ربع نقطه مئويه كان يعني اقل من نصف بالمئه الى الان حوالي 5.5%. لاحظ هذه مفهوم اسعار الفائده. الان سعر الفائده اذا يعتبر من اساسيات التحليل الاساسي، وفهمه من اساسيات فهم تحليل الاسواق. على موقع فوركس فاكتوري ممكن انك تلاقي انت سعر الفائده السابق المتوقع لما يصدر الفعلي هو اللي بيعمل. كل ما ارتفع سعر الفائده العمله بترفصان، اذا رفع سعر الفائده فعلا على الدولار وقت الاعلان الفعلي بيرتفع الدولار مقابل كل العملات مباشره، وهذا انت ممكن تستفيد منها، تاخذ بايات مباشره او تكون مبيت بايات بناء على التوقع. التوقع نسبه 90% دائما بسيط، وليس فقط الدولار الامريكي، الدولار الاسترالي والدولار الكندي واليورو والين وكل العملات، لما يرفع الفائده عليها بصير عليها طلب اكثر. هذا مفهوم اسعار الفائده احبتي، وهو جزء لا يتجزا اطلاقا من التحليل، وهو من اهم اجزاء التحليل الاساسي، وهو الدرس 15 في سلسله التعليم. انت اشترك في القناه، فعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، وتتابع هذه الدروس التي بداناها من الصفر ونستمر فيها حتى الاحتراف في التداول ان شاء الله. موقع الاخبار الرئيسيه الاقتصاديه في التحليل الاساسي اللي بنعتمده احنا وكل معظم العالم بيكون سريع جدا، موقع forexfactory.com، بضع لكم رابط اسفل هذا الفيديو. نتمنى لكم التوفيق ايها الاحبه الكرام، ودائما ننصحكم بالشركات الموثوقه، افضلها اكس تي بي حاليا ننصح فيها، وشركات موقع سعودي.com، مرخص القوه من صندوق دبي المالي، اضافه لترخيص المركز العربي للرقابه على شركات التداول الالكتروني مع كافه الضمانات والمزايا، رابط تسجيل مباشر بدون اي وصلات او عمولات، فتح حسابك في شركه اكس تي بي موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال عملية التسجيل والتفعيل. وهنا أسفل هذا الفيديو رابط بتوصياتنا أيضا المميزة المضمونة بنسبة فوق 80%، رابط جروبنا على واتساب وجروبنا على تليجرام، تقدر تنتسب وتحصل على هذه التوصيات مجانا ما دام لديك حساب في اكس تي بي عن طريق هذا الرابط. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.